الله يسهل عليك. الله يرحمك، الله يرحمك، ويسلمك يا جناني يا رب يا كريم. اللهم اغفر لهم يا رب العالمين، اللهم أرهم مقاعدهم في الجنة يا رب يا كريم. اللهم اسمع كل دعاء الناس الطيبين هذول اللي دعوا لكم بالرحمة يا رب يا كريم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا رب يا كريم. اغسلهم بالثلج والبرد يا رب يا رحيم. واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقهم. واجمعنا واياهم على حوض رسولك الكريم، واسقنا من يده الشريفه شربة ماء لن وابعادها ابدا. عم يا ساهر، انا بقول لك بس انه الالاف هاي اللي مشت في جنازتك وترحمت عليك واللي دعت لك في الداخل وهون، يعني هذا ان شاء الله في ميزان حسناتك ان شاء الله ربنا، شهاده من رب العالمين. نعم. اللي الله بيحبه بيحبب الناس فيه، صلى الله حبب الناس فيك انت وسليمان. الله يرحمكم يا طعن يا رب. امين. لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، جنابه الشريف، الى روح سليمان وروح ساهر لهم من ثواب الفاتح. الله يرحمهم يا عمي. الله يرحمهم. الله يرحمهم. الله يسهل عليك. الله يسهل عليك. الله يسهل عليك. الله يرضى عنك. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. يعني يا اخوان، الكلمات يعني لا توجد كلمات. منقولش إلا بس لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا كان لي الشرف، أنا بك عندي ولد واحد وبنات اثنتين، هسا عندي ولاد اثنين، شهادة اثنين وبنات اثنتين. الله يرحمهم. الله يرحمهم. تعرفت على ساهر من 6 شهور. أنا بقول لأهل اليمون كلها ولأهل الشهيد ساهر، ارفعوا روسكم في هذا الشاب، ارفعوا روسكم في هذا الشاب. والله على ما أقول وكيل، إنه هذا الشاب مصلي، أديب، خلوق، لطيف، سكوت، مهني. 7 أشهر والله ما شفت منه إلا أفضل الأخلاق. بهني أمه وأبوه وعائلته كلياتهم، إن شاء الله ربنا بصبرهم أحسن صبر إن شاء الله. أنا بوصل لسليمان ولساهر إنه هاي الألاف اللي في الداخل واللي هون، اللي دعت واللي شاركت واللي كتبت، هذا في ان شاء الله رب العالمين، يعني في ميزان حسناتهم ان شاء الله. يعني كل اللي كان وكل اللي شارك شو بيكون، الله يرحمهم الله يصبر اهلهم. فدعاكم يا اخوان جميعا انه الله يرحمهم ويصبرنا جميعا. الله يرحمك يا ساهر، الله يرحمك يا سليمان. انا يعني كلمات، يعني ما فيها الكد كلمات اقولها يعني، بس انا بقول الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين. نحمد الله ونشكره، ألف شكر لكم يا إخوان. حياك الله. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أمين المرسلين سيدنا محمد. تعتصر القلوب ألما وحزنا على فراقك أخي ساهر، على فراقك أخي ساهر وأخي سليمان الذين قتلوا بدم بارد دون أيات ذنب يذكر. كنت قد زرت الأخ ساهر في مستشفى تلها شمير، ورافقت العائلة الكريمة، ورأيت كيف هذه العائلة الجليلة واقفة صابرة على هذا الجلل وعلى هذا المصاب. كنت قد دخلت إليه ونظرت إلى عيونه، عيونه التي تتوسل إلى رب العالمين، التي تتوسل إلى رب العالمين بعد هذا المصاب الأليم. أخي ساهر، كنت لنا أخا، أنت لست فقط ابن اليامون، أنت ابن كفر قرع، وذكراك ستبقى إن شاء الله خالدة في بلدنا كفر قرع. أنت والشهيد سليمان سنذكركم بالخير، سنذكر ذكراكم إن شاء الله، ونخلدها إلى جنات الخلد يا ساهر، إلى جنات الخلد سليمان. كنتم قد
مع بعض قضيتم شهور وأعوام، والآن بجوار رب العالمين تسكنون هناك إن شاء الله بجنات الخلد. نأتيكم من كفر قرع التي تنزف دما بعد هذه الجريمة النقراء، إذ ننعى بكل ببالغ الأسى والحزن هذه الجريمة، إذ ننعى أنفسنا أولا وننعى العائلة الكريمة. جيناكم لنشارك الجنازة، ولكن نواسي أنفسنا أولا بهذا المصاب الأليم. نحن شعب واحد، نحن أمة واحدة، نحن نعتصر ألما كفر قرع واليامون بهذه الجريمة النقراء التي أحلت بنا، بهذه المصيبة التي أحلت باليامون وقرية كفر قرع، إلى جنات الخلد إن شاء الله. نسأل الله لهم المغفرة والرحمة. شكرا لكم إخواني. أنا بدي أقول بس كلمة واحدة من قلب كفر قرع التي تنزف دما اليوم: لن نسمح بدم ساهر، لن نسمح بدم سليمان، سنبقى واقفين لحد ما نجيب القتلة وراء الكهبان ووقفهم هؤلاء المجرمين الذين بسببهم بهذه الجنازة. هذه الجنازة جنازة ساهر، جنازة الأخ سليمان في كفر قرع. من قلب واحد، من ألم واحد، نعدكم أن نكون معا دائما وأن نرافق هذه القضية لحتى أن يأتي جميع المجرمين الذين أقاموا على هذه الجريمة خلف القضبان إن شاء الله. إن شاء الله نحن شعب واحد، دم واحد، وقلب واحد. إلى جنات الخلد يا سليمان، إلى جنات الخلد يا ساهر، يا ابن اليامون وابن كفر قرع.